اليوم اللي احنا عاملين فعالية للتوعية بمرضى السرطان، اللي احنا حبينا هي السنة نعمل شيء جديد. أول شيء عملنا دورة وعدة ورشات توعية لسيدات مريضات بالسرطان ولسيدات اللي عندهم كمان مرضى السرطان. عملنا لهم ورشات توعية قبل الفعالية، إنه خلينا نكون مو بس احنا بس نعمل فعالية ونعمل إنه احنا ساوينا شيء، لا احنا بدنا نساوي شيء على الأرض. فجبنا مريضات السرطان وعملنا لهم دعم نفسي وعملنا لهم تحفيز كمان داخلي، فمشان إنه هي تحس حالها إنه هي مندمجة معانا، إنه هي قدرانة تكون أقوى من المرض. والحمد لله في نتائج كتير حلوة كانت ضمن هي الورشات. فاليوم لحنا عملنا كللنا هذا العمل بهي الفعالية مشان يكون في عنا رسالة، ومن هي الرسالة بدنا نوصل لهدف. أنا شخصيا بحب أدعم أي مشاريع لها علاقة بالحياة بشكل عام، مو بس المرأة، يعني شيء له علاقة بالطفل، شيء له علاقة بحياتنا بالمجتمع بأي تطوير. أكيد ما رح أقصر، لا أنا ولا حدا غيري يعني يكون مهتم بهيك قصة. بس الحقيقة تكمن أهمية مؤسسة المرأة الأمة، الحقيقة ربطهم هدول الكلمتين ببعضهم، المرأة والأمة. المرأة أول شيء هي أم، زوجة وبنت، والمرأة بعتقد يعني هي مو نصف المجتمع، هي أكثر الحقيقة، يعني هي الحاضن الأكبر، دائما الحضن اللي دائما نحن بالجو. ولذلك وقت بتكون هي المرأة قوية وواعية لكل شيء بتعمله، كان على مستوى حياتها الصحية أو حتى بحق أولادها ومجتمعها وبيتها وكذا، بعتقد نحن بنكون عم نمشي باتجاه إيجابي بحق حياتنا بشكل عام. نحن بلشنا بفعالية سرطان الثدي من بداية الشهر، كان لنا عدة مشاركات، اللي هي عملنا دورة الدعم النفسي لمرضى سرطان الثدي في مؤسستنا، وكان بحضور 17 سيدة مصابة، وكانت لمدة 15 ساعة حصلنا فيها على معلومات كثير كبيرة، وفدناهم بأن كانوا هن دعم إلنا وكان نحن كنا أن دعم إلهم. هاي الجمعية أو المؤسسة أنا دائما بتعامل معها ودائما بحضر لها. الشيء اللي كتير حلو ورائع إنه في أطباء واختصاصيين نفسيين، وفي اختصاصيين بهذا المرض واختصاصيين بالجراحة، وكل الناس لما بتجي بتحضر طبعا بدها تروح تحكي لناس تانين، وبالتالي فبتصير هاي المتتالية العددية الكبيرة يلي بتصير بتوصل هاي التوعية لكل الناس بسوريا، وممكن عن طريق السوشيال ميديا كمان يصير هاي التوعية تصير لكل العالم. وجودي بهيك فعالية حتى توعية لإلي، وبتخليني أنا انتبه على حالي أكثر. طبعا هذا الشيء كلياتنا لازم نحن ننتبه له ونهتم فيه، لحتى ما نكون عم نحاول إذا كان في أي شيء مثل يعني تخلف ونترجع لورا، ونكون ببداية الموضوع منصير بآخر الموضوع بدون ما نحس ومنقول أخ نعط على أصابعنا. فكتير مهم إنه أساساً حتى الدعم النفسي، الدعم المعنوي، الدعم الإنساني، التوعية، هذا يعني إذا كنت أنا عم شارك فيه بشكل أو بآخر فهذا سعادة لإلي. الحضور عم يزداد عنا شهر بعد شهر. أنا بقول لك نحن خلال الشهر العاشر، حأذكر لك مثال فقط، نحن خلال الشهر العاشر فقط، شهر التوعية عن سرطان الثدي، قدرنا نوصل معلومات ل 500 سيدة ضمن مؤسسة المرأة الأمية وضمن الجمعيات الخيرية أيضا اللي مشبكة مع مؤسسة المرأة الأمية، وهذا أنا برأيي إنجاز ما نو قليل، يعني